أفادت مصادر ميدانية بتعز أن قوات الجيش والمقاومة تفرض حصارا خانقا على ميليشيات الحوثي وصالح داخل القصر الجمهوري في المدينة، وقد دارت اشتباكات عنيفة بالقرب من بوابته الشرقية. دمرت مقاتلات التحالف في غارة جوية دبابة للحوثيين في وادي عرش شمال مدينة تعز، ودبابة أخرى قرب مصلحة الطرقات في الحوبان ومدفع هاوزر نصبه الحوثيون مؤخرا في جبل علا في الحوبان. في بادرة إنسانية عظيمة سلمت المقاومة الشعبية في تعز الطفل الأسير أحمد منصور الفقيه إلى والدته، وقد تم أسر الطفل مع مجموعة من الحوثيين في تبت الأرانب أواخر الأسبوع المنصرم، وجاء تسليم الطفل لوالدته ليدحض ادعاءات وزيف وخدع إعلام الحوثي والمخلوع والذي تحدث عن قيام المقاومة بذبح الطفل الفقيه وسعيه في الشوارع في محاولة لتشويه صورة المقاومة والجيش الوطني. ويشار إلى أن الطفل ووالدته ينتمون لمديرية أنس بذمار، وقد قتل والده أثناء قتاله في صفوف الميليشيات الحوثية. الله أحفظه، ما بينه ولا شيء، مسكونا ويابونا لهينا بسلامتي. عذبوك ضربوك؟ الله ما عملوا بشي، يعني رح مني بغير رضاي. انا رحت للمدرسه، طيرت المدرسه وهو ما عبهلوش قد ما شاء، لفيت برباشها كلها والاشتباكات فوقي الرصاص، وانا الف ادور، مشيت فرزه الحديده برجلي وانا ادور، بين لف لا شارع الثلاثين من تحت فرزه الحديده ومدرسه الحيوان ادور اكثر، قالوا لي انقذوها انا، خلاص جلست بالبيت ما عادش عمل. شكى اللاجئون اليمنيون في الصومال من تقصير الأمم المتحدة في توفير الحقوق الطبيعية لهم وتلبية احتياجاتهم، وطالبوا الحكومة اليمنية إلى النظر إلى وضعهم المزري في مخيمات اللجوء وممارسة الضغط على الأمم المتحدة لتعاملهم مثل اللاجئين الذين ترعاهم في كثير من البلدان. وتشير إحصاءات تقديرية إلى وجود ما بين 3,000 و4,000 يمني في الصومال فروا قبل عام نتيجة الحرب التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي والصالح. قتل 3 أشخاص إثر انفجار وقع في دار سعد بمدينة عدن، وقال مصدر أمني إن الانفجار وقع خلال عملية تجهيز انتحاريين ودراجات مفخخة داخل منزل في المنطقة.